بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب استقبال القبلة في الاستسقاء. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا وأراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله: ابن زيد هذا مازني، والأول كوفي، هو ابن يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب استقبال القبلة في الاستسقاء، يعني أنه يعني يستقبل القبلة في حال دعائه، وذلك فيما إذا فرغ الإمام من الخطبة واستقبل القبلة وحول رداءه، فإنه يدعو مستقبلا القبلة، وكذلك المأمومون يعني يستقبلون القبلة ويدعون ويحولون أرديتهم. فهنا ذكر في هذا الحديث الاستدلال على هذا، والاستقبال القبلة إنما هو في آخر الأمر، استقبال القبلة في آخر الأمر وليس في أوله، لأنه في خطبته كان مستقبلا الناس، وفي الآخر استقبل القبلة يدعو، والناس كذلك يستقبلون القبلة يدعون ويحول أردية الرداء وهم يحولون أرديتهم. وأما هذا الكلام الذي ذكره البخاري، قال أبو عبد الله: ابن زيد هذا مازني، والأول كوفي، هو يعني هذا الكلام محله في الحديث المتقدم الذي فيه عبد الله بن يزيد وفيه عبد الله بن زيد، فإن ذاك محله، لأن قوله يعني هو عبد الله بن زيد، والأول عبد الله بن يزيد الكوفي، يعني سبق تقدم في باب سابق حديثان، حديث فيه عبد الله بن زيد بن يزيد الذي صلى بالناس وهو أمير على الكوفة، ومعه اثنان من الصحابة، هو صحابي، والثاني عبد الله بن زيد الذي يتكرر ذكره في الأحاديث للاستسقاء. فبعد يعني هذا الكلام الذي ذكره هنا هو الذي يناسب هناك، لأنه قال عبد الله بن زيد إيش؟ هذا مازني، عبد الله بن زيد هذا مازني الذي جاء في الإسناد الثاني، والأول كوفي وهو عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أوله، لأن هذا هو الأول الذي جاء في الحديث الأول، وهذا الذي جاء في الحديث الثاني عبد الله بن زيد. فهذا التعليق أو هذا البيان والإيضاح أو التمييز بين الشخصين هو المناسب فيه في ذلك الباب، لأن الإسناد الثاني الصحابي فيه عبد الله بن زيد، والحديث الذي قبله فيه عبد الله بن يزيد الذي صلى بالناس يعني في إمارته على الكوفة. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن حزم، نعم، عن عباد بن تميم، نعم، عن عبد الله بن زيد الأنصاري، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال
قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. ثم ذكر باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. رفع الناس أيديهم مع الإمام يعني إذا رفع يديه يعني يستسقي فإنهم يرفعون أيديهم، وهذا إنما هو في الاستسقاء في خطبة الجمعة وفي غيرها، وخطبة الجمعة لا ترفع الأيدي إلا في الاستسقاء فيها، أما الأدعية الأخرى التي تكون فيها فإنه لا ترفع الأيدي فيها وإنما ترفع خاصة في الاستسقاء، فالمأمومون يرفعون الإمام يرفع يديه بالدعاء في الاستسقاء والمأمومون يرفعون أيديهم. والحديث سبقا مر في مواضع عديدة وأورده هنا من أجل ما جاء فيه من ذكر رفع الإمام يديه ورفع المأمومين أيديهم. قال أيوب بن سليمان، نعم هذا معلق وهو مشيوخة، نعم جاء بصورة تعليق وهو مشيوخة، نعم عن أبي بكر بن أبي أويس، نعم عن سليمان بن بلال، نعم عن يحيى بن سعيد، نعم عن أنس بن مالك، نعم فقال يا رسول الله بشق المسافر بشق المسافر ومنع الطريق. ومنع الطريق يعني هذا في يعني في هذا بمعنى ما تقدم انقطع السبل وهلك المال وانقطع السبل، يعني هنا بشق المسافر بمعنى انه عجز او حصل له شيء يعني يعييه ويعني لا يقدر بسبب ما حصل من الضعف بسبب القحط والجدب وقلة المطر، وكذلك السبل ايضا كذلك حصل لها بشق المسافر وإيش؟ ومنع الطريق. ومنع الطريق يعني أن الطريق يعني حصل يعني فيه عدم سلوكه لكثرة الأمطار التي تمنع من 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 سلوكه، وكذلك الضعف الذي حصل بسبب قلة الأمطار. وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك أنهما سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. وهذا فيه أيضا رفع الإمام يعني يديه وأنه رفعهم حتى رأى بياض إبطيه، وهذا فيه صفة رفع اليدين وأنه رفعهما حتى ظهر أو تبين بياض إبطيه. وقال الأويسي عبد العزيز بن عبد الله عن محمد بن جعفر، هو محمد بن جعفر ابن أبي كثير المدني، نعم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، نعم وشريك بن أبي نمر عن أنس، نعم. قال رحمه الله تعالى باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. ثم ذكر رفع الإمام يديه بالاستسقاء، وهذا سبق أن مر يعني في بعض التراجم السابقة رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، نعم يعني أورده هنا كان ذاك من أجل المأمومين وأنهم يتبعون الإمام، وهنا ذكر هذه الترجمة وأفردها يعني ولعل المقصود من ذلك الكيفية التي حصل بها رفع اليدين من الإمام، أنه حصل بها رفع اليدين من الإمام وأنه حتى رؤيا بياض إبطيه. هذا الحديث
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. معروف أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في مواضع عديدة جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها يعني في يوم عرفة، ومنها يعني في عند الجمرات، يعني وجاء في مواضع متعددة، ولكنه هنا فكأنه يريد أنه يعني رفعا شديدا أو رفعا يبالغ فيه، يعني فكأن المقصود بأنه كان لا يرفع إلا في الاستسقاء يعني رفعا شديدا وعلى الهيئة التي اختص بها الاستسقاء، وهي أن تكون بطون الكفين إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. نعم. قال وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بالدار عن يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم محمد بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، لأن إذا جاء سعيد يعني مبهم غير مهمل غير منسوب فالمراد به ابن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس كصيب المطر. سبق أن مر ترجمة فيها ذكر يعني البطشة الكبرى وذكر اللزام وذكر يعني الدخان، سبق أن مر في ترجمة في حديث وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر وقد مضت، الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. وقد إيش؟ وقد مضت؟ نعم، الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. يعني هذه أربعة أشياء، يعني أنها قد مضت، البطشة وهي يوم بدر، واللزام أيضا قيل في تفسيره أنه يوم بدر في كما جاء في الآية في آخر الفرقان قد كذبتم فسوف يكون لزاما، وقيل إن المراد باللزام العذاب الذي يعني يعذبهم الله به، وأن منه ما كان في الدنيا ومنه ما يكون في الآخرة، ومما كان في الدنيا العذاب الذي حصلهم والذي حصلهم يوم بدر حيث قتل منهم يعني 70 وأسر منهم 70. فيعني معنى ذلك أن هذا قد مضى، اللزام والبطشة التي هي يوم بدر والدخان الذي كان يحصل لهم حتى ينظر الواحد منهم إلى السماء فلا يرى الدخان مما غشى عينيه بسبب الهزال وبسبب الضعف، وآية الروم وهي أن الروم يعني غلبوا الفرس كما كان حصل غلبة الفرس من قبل، فالله أخبر بأنهم من بعد غلبهم يعني سيغلبون، يعني بعدما غلب الروم فإنهم سيغلبون، وقد وقع يعني هذا الذي وعد الله به، وأنه نصر الروم، وكان الروم يعني أهل الكتاب والمسلمون يفرحون بانتصارهم على الفرس الذين هم وثنيون، وأما يعني كفار قريش فإنهم يحبون انتصار الفرس لأنهم وثنيون مثلهم فإذا يعني هذه الأمور الأربعة يعني التي هي هذه مضت، اللزام وهو أيضا فسر بأنه بدر، وكذلك البطشة الكبرى يعني بدر، والدخان الذي كانوا يرونه بسبب الجذب الذي حصل لهم وينظر للسماء فيرى الدخان لما حصل لهم من الهزال والضعف، وكذلك الروم يعني هذه الآية التي في أولها وهي أنه حصل النصر الذي وعد الله به، وقد ذكر هذا أو جاء هذا في موضحا في الحديث التي ستأتي، فإن أطراف الحديث منها ما كان في الفرقان ومنها ما كان في الروم. يعني شوف الحديث رقم
يعني 4767. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزكام ففزعنا فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر ولزاما يوم بدر ألف لام ميم غلبت الروم إلى سيغلبون والروم قد مضى. نعم هذه كلها مضت ثم في موضوع آخر بيّن أن هذه الأمور مضت ومعها انشقاق القمر وهذا في 4774 هذا اللي قرأناه هذا 4774 ايه؟ إذن ذاك 67 4767. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله خمس قد مضينا الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون لزاما. يعني هذه الخمس هي الأربعة التي مضت وزيادة القمر أي انشقاقه يعني أن هذه قد مضت. نعم تابع له. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس كصيب المطر وقال غيره صاب وأصاب يصوب. قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. ثم ذكر ما يقال عند المطر وأورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا يعني اللهم اجعله صيبا نافعا. وصيب يعني هو المطر وأن يكون نافعا يعني غير ضار يعني يحصل فيه المنفعة وتندفع فيه المضرة. فهذا مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند المطر أن يقول صيبا نافعا أو اللهم صيبا نافعا. قال في الأول قال أو كصيب قال ابن عباس نعم كصيب المطر. يعني طريقة البخاري رحمه الله التي تتكرر عنده أنه إذا جاء لفظة في الحديث وهناك لفظة من القرآن تماثلها فإنه يأتي بالكلمة من القرآن ثم يفسرها ويكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث. هذه هي طريقة البخاري رحمه الله في صحيحه أنه إذا وجد كلمة من الحديث في الحديث وكلمة تماثلها في القرآن فإنه يأتي بالكلمة من القرآن ويفسرها. قال كصيب أو كصيب كلمة في القرآن أو كصيب فيعني بدلا ما يقول صيبا يعني معناها كذا وكذا قال المطر يعني أي المطر صيب. نعم قال صيبا نافعا. وفيه أمثلة كثيرة تأتي لهذه القاعدة عند البخاري وهي أنه يجمع بين تفسير القرآن والحديث. ولهذا في سبق أن سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه
لأنه لما قال يعني من صلى على الجنازة حتى له قراط ومن تبع حتى له قراط أي قراطان قال لقد فرطنا في قال قد فرطنا في قراريط كثيرة. البخاري عندما أراد أن يفسر فرطنا قال فرطت في جنب الله, جاءت بكلمة فرطت في جنب الله قال ضيعت من أمر الله, ضيعت من أمر الله, فأتى بالكلمة من القرآن وفسرها وهو يريد تفسير هذه الكلمة اللي جاءت في الحديث, وبذلك يكون جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث. نعم. وقال غيره صاب وأصاب يصوب, يعني صاب يعني معنى أمطر. نعم. صاب أمطر. قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن, يعني كلمة هو ابن مقاتل يعني هذا شيخ البخاري, ومعلوم أن الراوي لا يقول عن شيخه فلان هو ابن فلان وإنما يقولها من دونه, ولهذا فإن الذي قال هو ابن مقاتل من دون البخاري, لأن البخاري لا يقول عن شيخ فلان هو ابن فلان, يقول فلان ابن فلان وينسبه كما يريد, وكذلك أي راوي يأتي بشيخه ينسبه كما يريد, لكن إن كانت نسبته فيها نقص وأراد يعني أو فيها إيهام وأراد أحد أن يبين فإنه يأتي بشيء زائد يوضح بأن يقول هو ابن فلان أو يعني فلان, ولا ينسبه يعني بدون هذه الصيغة, لأن لو نسبه يصير هذا الكلام يفهم أنه كلام الراوي عنه, مع أن الراوي عنه ما قال إلا كلمة واحدة أو كلمتين, فالذي جاء بعد الراوي يضيف شيء ولكن يأتي بكلمة هو أو بيعني. وهنا هذه العبارة التي هو ابن مقاتل ليست من البخاري وإنما هي من دون البخاري. قال عن عبد الله, عبد الله المبارك, عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر, عن نافع عن القاسم بن محمد. نعم. عن عائشة. نعم. تابعه القاسم بن يحيى. نعم. عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا, قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه, قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل من عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته, قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى, فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا, فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا, قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا, قال فلم يجد أحد من ناحية إلا حدث بالجود. بالجود بالفتح. بالفتح كذا؟ نعم. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على من تمطر المطر حتى يتحادر, يعني أنه أصابه المطر أو حصل له المطر حتى تحادر على لحيته, يعني من فوق رأسه نزل على لحيته. أورد هذا الحديث من أجل ما جاء فيه من ذكر كون المطر كون سسق في الصلاة في الخطبة, ثم إنه وهو في الخطبة جاء السحاب وأمطر ونزل يعني على 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 سطح المسجد وكان من جريد النخل فخر السقف ونزل الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم حتى تقاطر من لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد عن عبد الله عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى
باب إذا هبت الريح. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر إذا هبت الريح يعني أن أورده في كتاب الاستسقاء لأن الريح يعني تأتي ويكون معها المطر وتسوق المطر وتكون الريح يعني يكون فيها يعني فيها نفع وريح يكون فيها ضرر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا هبت الريح تغير وجهه يخشى أن يكون فيه العذاب كما حصل لعاد العذاب بالريح عذبهم الله بالريح التي أهلكتهم. فكان عليه الصلاة والسلام يتغير ويتأثر فإذا أمطرت سرة وحصل له السرور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من ذلك أنه ذكر ما يتعلق بالريح لأن المطر يأتي بإذن الله عز وجل بالرياح التي يسوقها ثم يتكون السحاب بين السماء والأرض ثم يمطر ويكون يعني تكون هذه الريح يعني فيها عذاب وقد يكون فيها رحمة وفيها خير ومطر. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر هو غندر من اللي يروي عن من شيخه عن حميد غندر وحميد بن أبي حميد الطويل عن أنس قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرت بالصبا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ثم ذكر هذا الحديث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا باب قول نصرت بالصبا وهي ريح تأتي من جهة المشرق قيل إنها تأتي تكون مقابلة باب الكعبة ويقال لها القبول. والريح التي تقابلها والتي هي عذاب التي عذب بها عاد يقال لها الدبور. فيعني هذه القبول وهذه الدبور. ويعني قال الحافظ أو غيره إن هذا من 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 مما حصل أن أهل القبول لهم ريح القبول وأهل الدبور لهم ريح الدبور وأهل الدبور لهم ريح الدبور. فهؤلاء يعني يحصل فائدتهم بها ونصرهم بها وأولئك يحصل أو حصل تضررهم بها. فيعني والصبا ريح لأنها تأتي من جهة المشرق من جهة مطلع الشمس. والدبور يعني قيل أنها تقابلها أنها تأتي من الجهة المقابلة وكذلك أيضا الشمال والجنوب فتكون أربعة يعني فيه التي تأتي من الشرق ومن الغرب. يعني الأولى يعني فيها التي مقابلة التي هي جهة المشرق وجهة مطلع الشمس يعني هي رحمة والتي تقابلها يعني تكون عذابا. هذه قبول هذه صبا ويقال لها القبول وهذه دبور. نعم. قال نصرت بالصبا يعني بالريح الريح التي تأتي ويعني يكون فيها انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهلكت عاد بالدبور. نعم. ريح العاتية التي اقتلعت أشجارهم وأهلكتهم حتى أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس بن جبر. نعم. باب قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل
ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. ثم قال باب ما قيل في الزلازل والآيات. ما قيل في الزلازل والآيات, يعني لما يعني جاء يعني ذكر الاستسقاء وما يعني ذكر من الرياح وأنه يعني فيها القبول وفيها الدبور, يعني أتى ما يتعلق بالزلازل وهو ما يحصل من الحركة في الأرض التي يتضرر بها من شاء الله عز وجل من أهل الأرض, فأورد هذا الحديث يتعلق بالزلازل, وأورد فيه حديثين, هذا أحدهما وأنه قال صلى الله عليه وسلم يقبض العلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. يقبض العلم يعني بقبض أهله وقبض حملته, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر, الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال, ولكن يقبض العلم بموت العلماء, بينما يقبض العلم بموت العلماء, يذهب العلماء ومعهم علمهم, فيعني يحصل الضرر على الناس حتى يقبض العلم ويفشي الجهل, لأنه إذا قبض العلم يعني جاء الجهل, لأن العلم هو الذي يغطي على الجهل وهو الذي يزيله, فإذا قبض العلم يعني ظهر الجهل. نعم. وتكثر الزلازل. وتكثر الزلازل يعني أن هذا من العلامات التي تكون, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنها تكون قبل الساعة, تكثر الزلازل. نعم. ويتقارب الزمان. وهذا القول تقارب الزمان يعني فسره كثير من العلماء على حسب ما ظهر لهم وعلى حسب ما بدا لهم, لكن في هذا الزمان كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعليق على فتح الباري, قال الأظهر أنه ما حصل في هذا الزمان من تيسير الاتصال الذي حصل عن طريق الطائرات وعن طريق السيارات وعن طريق الهواتف, وأنه إذا حصل أي شيء يعني في الأرض فإن الكل يبلغه الخبر في في في, في لحظة وفي في حينه, فهذا هو الأظهر من في في في, في تقارب الزمان, لأنه قبل ذلك كان الخبر يعني لا يأتي يعني إلا بعد مدة طويلة عن طريق المراسلة, والآن يعني هذه الإذاعات والتليفونات والطائرات والسيارات والأمور الأخرى التي يعني يسرها الله عز وجل في هذا الزمان, كان الناس في مكان واحد ومجتمعين في مكان واحد, فهذا هو الأظهر كما قال شيخنا رحمه الله في معنى هذا الحديث, وكثير من العلماء فسروه بتفسيرات أخرى لأنهم ما أدركوا هذا ولا شاهدوه ولا عرفوا. وتظهر الفتن. نعم, وتظهر الفتن, نعم, المختلفة. نعم. ويكثر الهرج وهو القتل. ويكثر الهرج القتل الذي يعني يقتل الناس بعضهم بعضا, وتموج الفتن حتى يقتل الناس بعضهم بعضا, ويكثر فيه المال, يعني يكثر أيضا المال في آخر الزمان. نعم. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا, قالوا وفي نجدنا, قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا, قالوا وفي نجدنا, قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا أفي بارك لنا في يمننا في يمننا وفي شامنا, قالوا وفي نجدنا, قالوا وفي نجدنا, قال فأعرض ثم قال هناك الزلازل والمحن والفتن, هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. اليمن فتحت في زمنه صلى الله عليه وسلم
وكان قد أرسل إليها معاذ وأبا موسى وأبا موسى الأشعر رضي الله عنهما، وكانت لها مخلافان، مخلاف فيه أبو موسى ومخلاف فيه معاذ رضي الله تعالى عنهما. وأما اليمن فإنها لم تفتح إلا بعده، وكذلك العراق لم تفتح إلا بعده، ولكنه يعني أخبر يعني بشيء يعني أنه سيحصل لهذه الأمة، وأنه قال في شامنة وهي لم تفتح، ولكنه أضافها إليهم لأنها ستفتح وتكون في بلاد الإسلام. وكذلك العراق يعني فتحت فيما بعد في عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للشام ولليمن وأن يبارك الله لهم في الشام واليمن، قال أهل نجد وفي نجدنا، وهذا يسمونه عطف التلقين، يعني أيضا وفي نجدنا، يعني هذا عطف التلقين مثل والمقصرين التي مرت بنا قريبا، اللهم ارحم المحلقين، كررها ثم قال والمقصرين، يعني هذا العطف التلقيني. وهنا قالوا وفي نجدنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يعني لهم وفي نجدنا في نجدنا، وإنما قال هناك الزلازل والفتن وبها يظهر قبل الشيطان. والمقصود بنجد هو جهة العراق، وقد جاء هذا في بعض الأحاديث منصوصا عليه. والمقصود بنجد الأماكن المرتفعة، وليس خاصا بمطلق بمكان معين بذاته، وإن كان في هذا الزمان اشتهر على اليمامة وما حولها، إلا أن نجدا يراد به الأماكن المرتفعة، كما أن الغور الأماكن المنخفضة. ولهذا قرن المنازل هو للجهات التي مرتفعة كلها، الطائف وما وراء الطائف من تلك الجهات كلها نجد، وكلهم ميقاتهم هذا. أما من كان في الغور ومن كان في التهامة فميقاتهم يلملم، الذي الناس يأتون فيها مع الساحل، والذي ليس فيه جبال، فأهل الجبال الذي يقال لها نجد ميقاتهم قرن المنازل، وأما الذين في تهامة والأغوار فإنهم يحرمون من يلملم. والشيخ ناصر الألباني رحمه الله ذكر في كتابه فضائل الشام، في كتاب فضائل الشام يعني في التعليق عليه، ذكر عند هذا الحديث يعني بعض الطرق التي جاءت وفيها ذكر العراق، وأنهم يعني في عراقنا أو في العراق، وهي ألفاظ متعددة. فهذا هو المقصود، وهذا هو المطابق للفتن، فإن الفتن إنما حصلت في تلك الجهة، فإن الاقتتال الذي حصل بين الصحابة يعني بين أهل الشام وبين أهل العراق، بين أهل الشام وأهل العراق، يعني إنما حصل يعني في تلك الجهة. وكذلك أيضا النحل المنحرفة التي وجدت في ذلك، مثل الخوارج ويعني والرافضة والمعتزلة والقدرية ويعني غيرهم، إنما حصلت من تلك الجهة. ولهذا قال تكثر الزلازل والفتن وبها يظهر قرن الشيطان. قال حدثنا محمد بن المثنى عن حسين بن الحسن عن ابن عون عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب،
وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ثم ذكر هذا الترجمة باب قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال ابن عباس شكركم يعني أن ما أنزله الله عليهم من المطر وما يعطيهم المطر يقابلونه بكفران النعم وإضافتها إلى غيره سبحانه وتعالى مع أنه هو وحده المتفضل بها وهو المنعم بها وكل خير يحصل للناس فهو من الله سبحانه وتعالى. فأورد فيه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل يعني على إثر مطر يعني كان في الليلة التي مضت لأنه صلى الفجر ومطر جاء في الليل. فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما قال ربكم؟ وهذا استفهام تقرير يعني أنه يريد أن يبين لهم وكونه يقول هذا الكلام من أجل أن يستعدوا ويتهيئوا لمعرفة ما سيلقيه عليهم صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا يعني على إثر هذا المطر مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. وهذا يعني فيه أن من الناس من يضيف النعم إلى الله ويشكر عليها وأنها من فضله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه على عباده ومنهم من يضيف ذلك إلى غيره. وهذه الإضافة إلى الكوكب إن كان المراد بها أن الكوكب له تأثير وأن هذا من التأثير كما يقوله بعض الناس الذين خذلهم الله فلا شك أن هذا كفر. وأما إذا أضيف إلى الزمان وحصل الوقت فقلنا مطرنا بنوء كذا كذا في الزمان أو في زمان في هذا الزمان أو في زمان كذا فإن هذا لا, لا, لا يكون مثل ذلك وإنما هو من كفر النعم وابتعاد أو الابتعاد عنه واجتنابه يعني أولى. وإنما يقال تفضل الله علينا بالمطر في ذلك الوقت فلا يضاف إلى النوء وإنما في هذا التفصيل الذي هو كفر حقيقي أو كفر النعمة ولا يصل إلى الكفر المخرج من الملة. وللشافعي رحمه الله كلام جميل في هذا ذكره الحافظ بن حجر يوضح يعني هذا المعنى. شوف كلام الشافعي رحمه الله يقول وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعي قال في الأم من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا وغيره من الكلام أحب إلي منه يعني حسما للمادة. وعلى ذلك يحمل أطلاق الحديث. وحكى ابن قتيبة في كتاب الأنواء أن العرب كانت في ذلك على مذهبين على نحو ما ذكره الشافعي قال ومعنى النوء سقوط نجم في المغرب من النجوم الثمانية والعشرين. لا أصل فيك كلام الشافعي رحمه الله هذا كلام هو الذي وضح معنى الحديث وأنه يعني ليس على حد سواء بل هناك اعتقاد في الكواكب أنها مؤثرة وأنه يحصل منها وهي مخلوقة والمخلوق يعني والذي يجود بالخير هو الخالق سبحانه وتعالى وإضافته للمخلوقات وأنها مؤثرة يعني هذا كفر. وأما إذا أضيف إليها بمعنى في وقت كذا يعني في وقت كذا فهذا ليس كذلك. ثم قال وإن كان غيره أعجب إلي يعني مثل هذا التعبير الأولى لا يعبر عنه يعني ابتعادا عن الشبهة وعن الأمور المشتبهة. نعم. قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله بن عبد الله الويسي. نعم. عن مالك عن صالح بن كيسان. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نعم. عن زيد بن خالد الجهني. نعم.
هنا لما فسر قال ابن عباس شكركم. نعم يعني 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 أن هذه النعم التي أنعم الله عليها عليهم بها أنهم يكذبون يعني ويضيفونها إلى غيره. يعني شكركم يعني تجعل شكركم أنكم تكذبون. قال رحمه الله تعالى: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. ثم ذكر بابه: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. لا يدري متى يجيء المطر. أورد هذا الحديث، أورد هذه الترجمة هنا لأنها تتعلق بالمطر ونزوله، وأن علم مجيئه عند الله عز وجل، أورده في كتاب الاستسقاء من أجل هذه الجملة من الأمور الخمسة التي هي من الغيب، والتي وهي من خصائص الله عز وجل والتي يعلمها، ومنها أنه لا يعلم يعني متى يجيء المطر إلا الله سبحانه وتعالى. أورد في هذا الحديث وأشار إلى حديث أول الحديث قبل عن أبي هريرة، وقد أورده في مكان آخر، ثم أورد الحديث عن الثاني عمن عن ابن عمر الحديث عن ابن عمر، وذكر أن مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وهي التي ذكرت في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس التي هي من علم الله عز وجل، فالساعة لا يعلمها إلا الله، وهذا من اختص بالله، اختص الله بعلم الساعة وأنها لا يعلم متى تقوم إلا الله عز وجل. وكثيرا ما يأتي في القرآن إضافة علمها إلى الله عز وجل، وكذلك في الحديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، وإذا سئل عنها فإنه أحيانا يجيب بشيء من أمراتها، أو أحيانا يعني يقلب السؤال على السائل، كما قال الذي سأله: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله الحديث، وينزل الغيث، وينزل الغيث لا يعلم الغيث متى يكون الغيث إلا الله عز وجل. لكنه قد يكون يعني في أول الأمر أو في وقته يستدل عليه، يعني بأنه إذا جاءت الرياح يعني يؤمل أو يرجى أن يكون فيه غيث، لكن كونه يعني يعلم أنه يعني يأتي المطر وأنه ينزل في الوقت الفلاني لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وأما يعني إذا كان بعيدا ويقال أنه سينزل الغيث بعد كذا وكذا، فلا شك أن هذا يعني شيء يعني يعلمه إلا الله عز وجل. وأما إذا كان قريبا واستدل عليه بالأمارات التي تحصل من حصول الرياح وأنه قد يحصل كذا وكذا، فهذا يمكن أن يعرف، لكن لا يجزم به، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، يعني ما يكون في الأرحام من الولد قبل أن يكون وبعد أن يكون، ومقاديره يعني مقدار أحواله لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا نفخ فيه الروح وأكمل المدة التي هي يعني بعد 4 أشهر ونفخ فيه الروح، فإنه يكون علمه غير الله عز وجل وهو الملك، لأن الملك يعني كان يسأل أشقي سعيد ذكر أو أنثى أو كذا، فإنه يكون بذلك علمه الملك، وإذا علمه الملك خرج من أن يكون من خصائص الله عز وجل. فيمكن أن يعرف أو يبحث عن معرفته بعدما يعني يخلق، وبعدما يعني يكون سويا أن يعرف هل هو ذكر أو أنثى، يمكن أن يعرف، لكن قبل ذلك لا يمكن أن يعرف أنه ذكر أو أنثى.
ولا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. أما بعد أن يعلمه الملك بعد أن يسأل ويقال له يعني ذكر أو أنثى فإنه بعد ذلك يمكن، لأنه خرج أن يكون من خصائص علم الله، بل الملك علمه وكذلك يمكن للناس أن يعلموه، ولا يقال أن هذا من علم الغيب الذي اختص الله به. نعم من علم الغيب اختص الله به قبل أن يخلق، أما بعد أن خلق وعرف الملك أنه ذكر أو أنثى فغيره يمكن أن يعرف. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما يدري الإنسان وش يحصل له بكرة، ما يدري الإنسان ماذا سيقع له بعد يعني بعد دقائق أو بعد ساعة أو بعد يوم أو أكثر، كل ذلك لا يعلمه الله عز وجل. وما تدري نفس بأي أرض تموت يعني إلا الله عز وجل. قال في خمس مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد. ما يكون في غد يعني ما يقع في المستقبل، ما يعلم أحد يقع يعني إيش يعني يجري له من الحوادث يجري من المصائب لا يدري. نعم. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام. نعم ما يكون في الأرحام يعني قبل تخليقها. نعم. ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. وماذا تعلم نفس ماذا تكسب غدا يعني ماذا يحصل له. نعم. وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. وما يدري أحد متى يجيء المطر. نعم. هذه التي جاءت في حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة أنها هي وهي التي أشرها في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري نعم عن عبد الله بن دينار نعم عن ابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في كسوف الشمس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل شيخنا الفاضل ذكر ابن رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب إلا هذه الخمس، فهل هذا كلام صحيح؟ ما أدري يعني هل يعني الكلام هذا أنا ما رأيته، ولكن يعني هذا كلام غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هناك أمور مغيبة وما كان يعلمها، ومنها جاء في الأحاديث الكثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا في سفر وانقطع وضاع عقد لعائشة وجلسوا يبحثون عنه وجلسوا يبحثون عنه حتى جاء الصبح وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم فصلوا بالتيمم، ثم بعدما يئسوا من حصوله والبحث عنه أثاروا الإبل من أجل الانتقال والسفر والسير، فلما أثاروا جمل عائشة وإذا العقد تحته. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما جلسوا هذه المدة يعني كان يقول لهم العقد خذوهم تحت الجمل ونمشي. فهذا يعني مما يوضح أنه يعني لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا من الأمور المغيبة، هذا غيب لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث أخرى أنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون أحب حجتي من بعض. وكذلك جاء في الحديث أنك لا تدري ما أحدثه بعدك، لا تدري ما أحدثه بعدك. والحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على كثير من الغيوب ولم يطلعه على كل الغيوب نعم. يقول أحسن الله إليكم في بلدنا يطلقون لفظة النوء على المطر فيقولون صب النوء يعني نصب المطر، هل هذا فيه بأس؟ ما أدري عن قضية النوء هو يعني يطلق على المطر، ويقال يعني كان المقصود يطلق على الزمان، ويعني يعني مثل ما قال الشافعي لما جاء ذكر النوء قال أحب إلي الابتعاد عن ذلك، يعني في الشيء الذي في شبهة لا يأتي بالإنسان، يعني صب المطر
نزل المطر. يقول هل يشرع للإمام رفع أصبعه إلى السماء عند الدعاء في غير الاستسقاء يوم الجمعة؟ نعم جاء الحديث الذي فيه مالك بن رهيبة الصحابي الذي روى الحديث الذي كان رأى رجلا يعني رفع يديه فقال قطع الله هاتين اليدين ما زاد أصبع على أن يشير بأصبعه يعني عند التشهد أو ما إلى ذلك. نعم جاء ما يدل عليه لكن رفع اليدين هذا ما جاء في خطبة الجمعة. إذا لم يرفع الإمام يديه يدعو يستسقي يوم الجمعة وما رفع يديه هل يرفع المأمومون أيديهم؟ يرفعون أيديهم لأنه جاء أن المأمومون يرفعون والإمام يرفع فإذا ما رفع لهم أن يرفعون. قال النووي ويلحق باستحباب استقبال القبلة للدعاء يلحق به الوضوء والغسل والأذكار والقراءة وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة. ما رأيكم؟ كالخطبة. عيد. ويلحق باستحباب استقبال القبلة للدعاء الوضوء والغسل والأذكار والقراءة وسائر الطاعات. يعني يبدو والله أعلم أن هذا غير واضح. يعني يكون إنسان يعني يتوضأ مستقبل القبلة ويغتسل مستقبل القبلة ما نعلم شيء يدل على هذا ويلحق يعني بهذا باستقبال القبلة يعني في استقباله في الصلاة وفي الاستسقاء هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تلك ما جاء شيء يدل على أن الإنسان يستحب له أن يستقبل القبلة يعني في حال وضوئه وفي حال اغتساله أو غير ذلك. ما حكم تخصيص صلاة الاستسقاء بالاثنين والخميس؟ لا نعلم له وجه لا نعلم وجه لتخصيصه بأيام معينة. هل هناك نص صريح يدل على أن الدعاء يستجاب عند نزول المطر؟ لا أذكر. يقول هل من الأمور المشروعة عند نزول المطر أن يقول الإنسان صيبا نافعا وأن يحصر رأسه ويقول حديث عهد بربه؟ أي هذه الأمور كلها يفعلها كلها من اللهم صيبا نافعا جاءت وكذلك يعني قضية النجاء أيضا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى قرن الشيطان وبها يطلع قرن الشيطان؟ يعني قيل أن الشمس إذا طلعت وأنه الشيطان يعني يكون يعني قرنه يعني من أجل أنها الناس يعني يعبدونه ويسجدون له يعني الذين كانوا يعبدون الشمس إنما يعبدون الشيطان. هل يدخل في قوله كافر بي مؤمن بالكوكب الذين يقرؤون الأبراج ويصدقون ما يكتب في المجلات عنها مما سيقع في المستقبل؟ لا شك أن مثل هذه الأمور تصديقها يعني والعياذ بالله كيف يصدق بشيء لا يعلمه إلا الله عز وجل أبدا. نعم لا يجوز ويحرم يعني تعاطي ذلك. نعم. هل يصلى عند حدوث الزلازل كصلاة الكسوف حيث ذكر ما يقال عند هبوب الريح وما يفعل عند الكسوف والخسوف؟ والله جاء فيه يعني أشياء يعني في أسماء تذكر شيئا عن صحتها ولا جاءت فيه في السنن يعني في بعض السنن شيء من هذا لكن ما تذكر صحته ما أذكر شيئا لا أذكر شيئا عن صحته. متابعة أخبار الطقس وما يتوقع من أحوال جوية وشي هل هذا يدخل؟ أولا يعني كون الإنسان يعني يسمع هذا الشيء وأن يعني حصل كذا ما في بأس لكن كون أن الإنسان يتابعها على اعتبار أن هذا محقق أنه سيكون هذا لا يجوز اعتقاده وإنما إذا سمعه قد يكون وقد لا يكون ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل لكن قد يستدل بالعلامات في الشيء القريب يعني بالعلامات ما قلنا بالنسبة للمطار بالنسبة للرياح يعني هبوب الرياح أن هذا يعني قد يستدل به على يعني حصول المطر أو إمكان حصوله لكن لا يلزم به.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.